فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. ومما نهينا عن التشبه بالكفار فيه هذه الجلسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يتكئ على يده اليسرى وهو جالس في الصلاة فنهاه عن ذلك، لأن هذه جلسة الذين يعذبون وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. قال: وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. نعم. فالنهي عن الاعتماد على اليد في الجلوس منهي عنه على كل حال، سواء كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة، وهذا من باب أولى. نعم. قال: ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. نعم. المسلم لا يقصد التشبه بهم، بل قد لا يعلم أنهم يجلسون هذه الجلسة. نعم. ولكن الرسول منع منها سدا للذريعة ومنعا للطرق المفضية إلى الشرك. وإن كان فينا الآن من ينادون بفتح الوسائل، وأن هذا من التشدد، وأن منع الوسائل هذا من التشدد في الدين ومن الغلو، فلا اعتبار بنعيق هؤلاء. هذه أدلة الشرع واضحة ومستفيضة في سد الوسائل التي تفضي إلى المحاذير من الشرك والمحرمات والمعاصي. وقد عقد ابن القيم لذلك فصلا طويلا وهو قاعدة سد الذرائع، وذكر أن هذه القاعدة لها 99 دليلا أو 99 وجها، ذكرها في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. الشيخ، لو كان هذا لحاجة مع مرض ولا وجع، نعم، لو كان اتكاؤه في الصلاة أو في غيرها لحاجة، كان لحاجة زال المحذور، إنما إذا كان لغير حاجة